بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من مادة الرياضيات، والحصة الثانية لدرس المشور القائم والأسطوانة القائمة الحجم قسم دغوات سيلاندر فوليوم. كنت طلبت منكم إنجاز بعض الأنشطة التي سيتم تصحيحها الآن، وعلى بركة الله نبدأ التصحيح. النشاط الأول: أحسب حجم كل منشور قائم. إذا نبدأ بالمنشور الأول، المنشور القائم الأول. إذا هنا نلاحظ أن هذا المنشور على شكل أو هو عبارة عن متوازي مستطيلات، لأن يعني سبق أن قلنا أن متوازي المستطيلات يعتبر أيضا منشور. إذا إما نطبق قاعدة، إذا مساحة القاعدة في الارتفاع أو الطول في العرض في الارتفاع، لأن يعني أيضا الطول في العرض هو مساحة القاعدة. إذن إما الطول إذا لاحظنا أن الطول في العرض هي مساحة القاعدة في الارتفاع، إذن 9.5 في 5 في 2 نجد 95 سنتيمتر مكعب. لا ننسى الوحدات. والمنشور القائم الثاني، إذن قاعدته على شكل مثلث. إذا نطبق نفس القاعدة، مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة المثلث في الارتفاع. إذا مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع قسمة 2، إذا 3 في 5 قسمة 2 أو 5 في 3 قسمة 2 نفس الشيء. إذا القاعدة في الارتفاع قسمة 2 هي مساحة المثلث، ونضربها في 8 تساوي 60 سنتيمتر مكعب، هو حجم المنشور الثاني. الآن النشاط الثاني: أحسب حجم الخيمة التي هي على شكل منشور قائم، حيث دار هنا لدينا معطيات CD تساوي 2.1 متر، AH تساوي 1.50 متر، وBC 1.65 متر. إذا هنا يجب أن الانتباه أن CD هو ارتفاع المنشور القائم، إذا CD هو ارتفاع المنشور القائم، و AH هو ارتفاع المثلث، و BC قاعدة المثلث. وبالتالي لحساب حجم هذه الخيمة نطبق القاعدة مساحة القاعدة في الارتفاع، إذن مساحة المثلث في الارتفاع، إذن مساحة مثلث القاعدة في الارتفاع قسمة 2، ثم نضربها في ارتفاع المثلث، وهنا يجب أن لا نخلط بين الارتفاع المثلث وارتفاع المنشور. إذن في 2.1 هو ارتفاع CD، هو ارتفاع المنشور، يساوي 2.59875 متر مكعب. إذا لأن هنا الأبعاد بالمتر، نتيجة الحجم ستكون بالمتر مكعب. ننتقل إلى النشاط الموالي. أحسب حجم العلبة، العلبة على شكل أسطوانة قائمة سيلاندر. نفس قلنا بأن حجم الأسطوانة نفس القاعدة، مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة قلنا بي في أغ في أغ، أغ غيون أو الشعاع هو 6، لأن 12 القطر، بالتالي سيكون الشعاع فقط 6، من القطر 12، إذن الشعاع 6، إذن 3.14 في 6 في 6 مساحة القاعدة، ونضربها في ارتفاع الأسطوانة 18، نحسب ونجد 2034.72 سنتيمتر مكعب. إذن هنا النتيجة ستكون بالسنتيمتر مكعب، لأن ارتفاع والقطر بالسنتيمتر. النشاط الموالي:
حوض ماء على شكل موسور قائم، قاعدته شبه منحرف كما هو مبين في الشكل، حيث H 3.5 متر، AB 23 متر، AG 9 متر، و EF 7 متر. أحسب حجم الحوض. إذن هنا نطبق نفس القاعدة. إذن الحوض هو عبارة عن موسور قائم، قاعدته شبه منحرف، إذن قاعدته على شكل شبه منحرف. إذن نطبق القاعدة، مساحة شبه منحرف في ارتفاع الموسور. إذن ارتفاع الموسور هو AB هو 23 سنتيمتر، أما H 3.5 فهو ارتفاع شبه منحرف. إذن مساحة شبه منحرف مدى تساوي القاعدة الكبرى AG 9 زائد القاعدة الصغرى EF 7 في الارتفاع، ارتفاع شبه منحرف في 3.5 قسمة 2، ونضربها في 23 الذي هو ارتفاع الموسور، تساوي 644 متر مكعب. الآن ننتقل إلى النشاط الذي بعده وهو النشاط الأخير. لتعبيد طريق طوله 300 متر وعرضه 5 أمتار بطبقة من الحصى سمكها 20 سنتيمتر، استعملت شاحنة لنقل الحصى حمولتها 12 متر مكعب. أحسب عدد الرحلات التي ينبغي أن تقوم بها الشاحنة. إذن هنا مسألة متعلقة بحجم الموسور القائم الذي هو عبارة عن متوازي مستطيلة. إذا نعرف أن طول طريق، إذا أو ليس طول بل طريق، إذا الطريق سمكه 20 سنتيمتر، إذا سيكون على شكل متوازي مستطيلات. إذا لكي أحسب حجمه أو حجم الحصى الذي سنحتاجه، نضرب الطول في العرض في الارتفاع أو مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا 300 في 5 نضربها في الارتفاع، نلاحظ هنا أن 20 سنتيمتر ولدينا الطول والعرض والحجم بالمتر. إذا سنحول 20 سنتيمتر إلى متر، هي 0.2 متر، 5 في 0.21 في 300 تساوي 300. إذا حجم الطريق هو 300 متر مكعب. إذا هنا لم نجب بعد عن السؤال، السؤال هو عدد الرحلات. إذا كان حجم الطريق هو 300 متر مكعب، يعني حجم الحصى الذي سنحتاجه هو 300 متر مكعب، إذا والشاحنة حمولتها فقط 12 متر مكعب، سنقوم بقسمة 300 على 12 سنجد 25، لأنها كل مرة ستنقل 12 حتى تتمم 300 متر مكعب من الحصى. إذا 300 قسمة 12 هو 25. إذا 25 هو عدد الرحلات التي ينبغي أن تقوم بها الشاحنة. أتمنى أن تكون إجابتكم صحيحة على هذه الأنشطة، ومن أخطأ فلا بأس يصحح. أتمنى أن تستفيدوا من التصحيح، وإلى اللقاء في حصة قادمة.